والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم من استاد شندي حيث يعني تجري الآن مباراة حامية البطيس بين منتخب جامعة شندي وجامعة دونغولا، وتسمعون من وراء هذه الكاميرات وهذه المايكات أصوات المشجعين من كل الأطراف. احنا نرمي من خلال دورة الإبداع الطلابي الرياضي الثقافي العلمي الاجتماعي. هذه الدورة الحقيقة احنا قصدنا من ورائها ان ينشط ابناؤنا في هذه الميادين. كل هذه الأنشطة ممكن تزكي روح المواطنة والتعاون واللعب بقيم وبأخلاق رياضية كما يجري المثل. احنا في حقيقة برضو سعيدين ان هذه الجامعات عندها كثير جدا من القيادات ومن الكوادر الطلابية النشطة جدا في هذه الأنشطة، وترى يعني تسمعون من وراء هذه الكاميرا ابتكر أصوات المشجعين الذين يفرحون بهذا الفوز الذي حققه منتخب جامعة شندي العريقة. احنا في حقيقة يعني نحيي جمهورنا، ونعتقد أننا يعني من خلال هذه المناشط نذكر روح الانتماء للجامعة والمؤسسة الأكاديمية، حيث الطالب ينسى انتماءاته الأخرى وذكر أنه هو طالب من جامعة شندي وجامعة دونغولا وينسى كل هذه الخلافات ويشجع هذا الفريق الذي ينتمي إليه. أن هذه هي الغرض، مش الفوز. أنا المباراة مجرد منافسة ووسيلة للعب بألفاظ وبقيم وبأخلاق رياضية، لكن الهدف الأسمى أن الناس يجيبوا الفوز ويجيبوا النجاح لجامعتهم، ولكن برضو الممارسة هذه هي مطلوبة لذاتها. ولذلك نسعد أننا في خواتيم يعني مستوى الولايات ومستوى القطاعات نختتم هذا القطاع بقطاع الشمال الأكبر بين جامعات شندي ووادي النيل وجامعة أبو لطيف الحمد والشيخ عبد الله البدري وكل هذه الجامعات الخمسة التي يعني يضمها هذا القطاع. احنا فخورين بأننا ننهي في مساء هذا اليوم في الأمسية إن شاء الله بإذن تعالى مستوى القطاعات، ونجهز كل هذه الفرق الناجية الفائزة للمستوى الأخير هو مستوى القومي، حيث يتم توزيع